يبحث دائما عن الاختلاف لتكون له بصمته الخاصة في يوم من الأيام. حمزة أبو الغنم ممثل مسرحي وصانع مجسمات من إعادة تدوير الورق. خلينا نتعرف أكثر على حمزة أبو الغنم بهالتقرير. أنا حمزة أبو الغنم، عمري 28 سنة، أنا خريج محاسبة، وبالأصل أنا ممثل مسرح وحصل على مجموعة من الدورات بخصوص المسرح، وعندي دبلوم تدريبي من وزارة الثقافة بالمسرح، وصنع مجسمات من إعادة التدوير، وعضو في جمعية بقاء للثقافة والفنون. حمزة، كيف أنت بلشت بفكرة المجسمات أنك تعمل من خلالها إعادة التدوير؟ هلأ من زمان، من وأنا وصغير كثير أنا بحب أعمل أشياء من الريسايكلينج. يعني من وأنا وصغير ما كنت يعني بجيب الأشياء بقعد أصلحهم، حتى بالبيت كنت دائما أنا أصلح أغلب الأشياء الموجودة بالبيت، وبحب دائما أغير شكلهم. يعني الأشياء القديمة زي كنب أو كذا بحب دائما أرجع أصنعهم وأعملهم بشكل تاني. فكرة المجسمات بلشت بوقت يعني عندي أنا الخلفية بتصنيع الدمى، بس قررت بأنه ليه ما أنا أعمل إشي جديد. فبفترة الكورونا أو ما قبل فترة الكورونا كان في بعض الأشياء موجودة بالجمعية، فكانت رئيسة الجمعية اللي هي صديقتي نسرين كانت بدها تستغني عن هاي الأشياء وتجيب أشياء جديدة. فأنا اقترحت عليها بأنه ليش نحن نضطر نشتري أشياء جديدة مع أنه ممكن إحنا نعملهم إعادة تدوير. فكان في هاي الكوفي تيبل، قلت لها، وكان في عنا مجموعة من المجلات لناشنال جيوغرافيك، فقلت لها شو رأيك نحن نعمل فيها إشي جديد؟ فقالت لي أوكي زي ما بدك. فجبنا غراء وجبنا مي، خلطنا المي بالغراء، كنت بعرفها هاي الطريقة من زمان بأنه كيف ممكن أنت تحول الورق لمادة قابلة تقدر تلزق فيها. فبلشنا نقص صور وبعض الكلمات من هاي المجلات، وبلشنا نلزق عليها بشكل راندوملي، يعني بشكل عشوائي، لا طلعت معنا هاي النتيجة. بعدين دهنا نحن الدائرة اللي ورا فطلعت معنا الطاولة رهيبة. فشفنا الطاولة هاي، لما عجبتنا الفكرة أنه كيف طلعت هاي قررنا نعمل الثانية. فنفس الفكرة من نفس المجلات برضو اجتني الفكرة بانه ليش انا اعمل هاي نفس هاي، خليني اعمل اشي جديد. فجبت الكلمات بس على الفقرات وبلشنا نلزق، واخترنا اللون التركواز وعملنا فيهم هاي الشغلة. شغلة بعدين قررنا على الخزانة اللي برا بانه برضو كمان بدنا نعمل لها ريسايكلينج، فهون بلشت فكرة اعادة التدوير بالنسبة للاثاث. برضو عملنا هاي الواجهة، كانت واجهة بيضة، فبرضو فكرنا كيف ممكن نعملها. فزي ما بتشوفي دهناها بالأسود، وبعدين جبنا علبة سبراي. والحلو اللي أنا بحبه بهاي الإشي بأنه هو كله إعادة تدوير وزيرو كوست. بلشت أشتغل، أول واحدة كانت هاي، وكانت بس الدمية أو بس الشكل الخارجي. فبعدين حكيت أنه مش حلوة تكون هيك بس أنه من الورق، لازم تعملها ستايل، فلازم أعمل لها ستايل بالضبط. فروحت جبت هاي، كانت برداي أوكي. ركبناها وزاد عنا من هاي البرداي، فضل عندي مجموعة قماش، فاستخدمت هاي الفابريك لحتى أعمل هاي الدمية. هذول إذا بتلاحظي، ما بعرف إذا منتبهة، هاي شايفة هاي الأشياء، هذول تعون الميدالية. أوكي، لا ما لاحظت صراحة هلا أوكي. يعني منك هم تعون الميدالية، هاي عبارة عن سلاسل. حلا هاي يعني كلها هاي الدمية تصنعت زيرو كوست. المسرح ساعدني لأنه هو معتمد على الثقافة بالدرجة الأولى، ومعتمد على البحث في الدرجة الأولى. فأنا بكون بقرأ وبعرف إيش الثقافات، كيف كذا، حتى الأزياء. يعني دائماً بالمسرح هو مجال، يعني السينوغرافيا بالمسرح بتعتمد على الأزياء، بتعتمد على الشكل، على شكل الشعر. فهذا كله من خلال خبرتي بالمسرح هي ساعدتني على التخيل وصناعة هاي الأشياء. جربت أنت تعطي دورات؟ ستي هون بجمعية بقاء للثقافة والفنون بتم عقد دورات بشكل دوري، ريسايكلينج والهاند كرافت،
وبرضه بيتم عقد دورات لإعداد الممثلين والمسرح، فهذول المسارين أنا بدرسهم، بيتم هنا عقد دورات وبنعلمهم إيش هي المواد، إيش الأشياء اللي ممكن يستخدموها، إن كان الورق أو استخدام الأسلاك، استخدام الـ كل الفابريكس أو الأقمشة كيف ممكن يتم إعادة تدويرها. أهلي، أمي، أبوي، وأكيد للأصدقاء والأقارب، يعني كلهم كانوا داعمين لي، وهذا اللي بخليني دائما أكون مستمتع وأنا عم بشتغل، وبكون فخور بالإشي اللي أنا عم بعمله بصدق يعني.